السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم مع اولادنا من السيره النبويه، هناخد السنه الثانيه من الهجره. السنه الثانيه من الهجره احداثها ايه هي؟ اول حاجه في سفر من هذه السنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الابواء حتى بلغ ودن، وهي اول غزوه غزاها بنفسه. تمام. في ربيع الأول من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط. تمام. في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، في ربيع الأول أيضا من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الأولى حتى بلغ وادي صفوان. تمام. وفي جماد الأول من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة، فأودع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. تمام. في هذه السنة اللي هي السنة الثانية من الهجرة، في رجب من هذه السنة كانت سرية جهينة وفيهم سعد ابن أبي وقاص إلى حي من كنانة. تمام. وفي رجب من هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنه إلى نخلة. وفي رجب أو شعبان من هذه السنة نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهو أول نسخ وقع في الإسلام. تمام. وفي شعبان من هذه السنة فرض صيام رمضان. تمام. دي السنة الثانية من الهجرة. وفي يوم الجمعة 17 من رمضان من هذه السنة وقعت غزوة بدر الكبرى. تمام. وفي هذه السنة فرضت زكاة الفطر وفرضت الزكاة ذات النصب. تمام. وفي مراجعهم من بدر توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرجعهم من غزوة بدر توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان من هذه السنة قتل عمير ابن عدي رضي الله عنه عصماء بنت مروان اليهودية بسبب أذاها للمسلمين. يبقى في رمضان من هذه السنة قتل عمير ابن عدي رضي الله عنه عصماء بنت مروان اليهودية بسبب أذاها للمسلمين. دي السنة الثانية من الهجرة. كمان في السنة الثانية من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد، وكان ذلك أول خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد. وفي شوال من هذه السنة قتل سالم ابن عمير رضي الله عنه أبا عفك اليهودي لتحريضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في السنة الثانية من الهجرة، قتل في شوال قتل سالم ابن عمير قتل أبا عفك اليهودي لتحريضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شوال من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم حتى بلغ القدر. وفي هذه السنة بعد غزوة بدر بعشر هاجرت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية من الهجرة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة السنة الثانية من الهجرة أسلم عمير ابن وهب الجمحي حينما رأى علامة من علامات النبوة. وفي شوال من هذه السنة نقض يهود بني قينقاع على العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة، مشاهم من الإيه؟ من المدينة. وفي ذي الحجة من هذه السنة وقعت غزوة السويق. وفي ذي الحجة أيضا من هذه السنة توفى عثمان ابن مزعون في هذه السنة توفى عثمان ابن مزعون رضي الله عثمان ابن مزعون رضي الله عنه ودفن بالبقيع، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. تمام. دي السنة الثانية من الهجرة. كمان في هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل فكان معلقا بسيفه. تمام. وفي عيد الأضحى من هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، إحداهما عن أمته والآخر عن محمد وآله. تمام.
ده السنة الثانية من الهجرة. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وأحداث السنة الثالثة من الهجرة. مع السلامة.